وللمزيد حول تقرير منتدى صنع السياسات العامة في لندن، والذي صنف العراق كواحد من أعلى البلدان من حيث المخاطر المهددة للاستثمار في العالم، ينضم إلينا عبر الهاتف من ديالى الكاتب والباحث السياسي الأستاذ محمود الجاف. حياكم الله أستاذ محمود. أهلا أستاذ عبد الله، تحية طيبة. حياكم الله أستاذ محمود. يعني كما تعلم، تقرير منتدى صنع السياسات العامة في لندن صنف العراق كواحد من أعلى البلاد من حيث المخاطر المهددة للاستثمار في العالم. يعني هذا التقرير كما تلاحظ وكما يلاحظ المشاهدون حديث أو يتعارض مع حديث الحكومة ليل نهار عن جهودها في استقطاب الاستثمارات، يعني كيف تقرأ الموقف الحقيقي على أرض الواقع؟ نعم، تحية لك أخي العزيز والكادر والأخوات والأخوة المشاهدين وبعد. من المؤكد أخي العزيز أستاذ عبد الرحمن، توجد بعض الشخصيات اللي تود أن تنهض بالبلد، ولكن تسري الرياح بما لا تشتهي السفن. وعلى من يفكر بالاستثمار في العراق، بالبداية يجب أن يبحث عن الحكومة اللي يتفق وياها أو عن القوة اللي تحميه. وإحنا كنا نعلم أن الواقع هو الذي يحكم النظرية وليس العكس. نظرياً العراق لديه حكومة تدعي إدارة البلد، وهناك انفراج أمني كبير، والبلد غني وشعبه مرفه، والناس تمشي على الذهب، ولكن الواقع غير ذلك. الواقع يقول أن العراق تحكمه مافيا، وكل رئيس للمافيا عنده منافذ وأساليب وطرق تحصيل الأموال، والمواطن بين أن يموت أو يدفع أو يهرب خارج البلد. فكيف بالشركات اللي تجي من خارج البلد؟ كم شخصية بلا عشيرة تم تهجيرها وما زالت حتى اليوم من كل محافظات العراق، وما حد يقدر يبت بمسألة رجوعها، والأمر واضح ومعروف من الجهة اللي تمنحها، ومن كل المحافظات وحتى الآن. ومثال صارخ عندنا جرف الصخر والعوجة وغيرها وغيرها. لا بل الأقوى، حكومة إقليم كردستان عندها جيش وأجهزة أمنية وشعب كبرش قدة وملايين، لكن قصف وحرب علنية واضحة واتهام بالعمالة للكيان الصهيوني، بل اتهموا بتواجد الموساد على أرضه. لكن وبعد أن بدأت من شافوا الشركات أو بعض الشركات بدأت بالتحرك الاستثمار به، لكن بعد أن زار السيد نشرفان بارزاني الخامنئي، زار إيران والتقى بالمسؤولين وخصوصا الخامنئي، تغير الخطاب الحكومي وما عادت إسرائيل موجودة نهائيا. ولو تلاحظ أنت حضرتك أكيد الكل شافوا، تغير كلام حتى الدمى الموجودة في بغداد. عجبا، مقابل ماذا تغير الوضع؟ وما الذي تم التنازل عنه أو طلب منهم السكوت عنه؟ كل ما يجري هو تعزيز أخي للسيطرة الأجنبية من خلال عملائها وضياع الثروات وبقاء العراق وشعبه تحت الضغط الفقر والجوع. والعراق الآن تحكمه مافيا كثيرة، ممكن كل شخص يجيب مجموعة من الأفراد ويتصرف كحكومة لوحده ويهدد أي مقاول. طيب أو شركة موقع حكومة وبين قضاء أحد، والشواهد عندنا كثيرة. نعم أستاذ محمود، موقع نعم. حكومة السوداني من هذه المافيا كما وصفتها، أين موقعها أو أين نعم. موقعها؟ ما يقدر يسوي شيء أخي العزيز. وإحنا كنا شفنا عائلة أو عشيرة تهدد الدولة وتنفذ قراراتها رغم أنف الدولة. وعندنا مثل خير شاهد محافظة ديالة، حتى الآن لم ينتخب محافظ، من كم شهر صار، لأنه جهة أو عشيرة ما توافق تريد الاحتفاظ بهذا المنصب. زين، شو تسوي الدولة؟ يلا ما يسوي، ما يوجد حل رئيس الوزراء. كذلك أي قرية أو مدينة أو شارع أو محلة راح تشوف أنت يجب على من يدفع من أجل السكوت. البارحة انفتح جسر طارمية، مجموعة من الأشخاص طلعوا يتظاهرون ضد الدولة، أنتم شلون تفتحون؟ لأنه راح يربط بين منطقة سنية وشيعية. أخي العزيز، الواقع شكل والنظريات شكل. نعم النظرية تقول كل اللي يقولوا هم والإعلام يبت بها، لكن الواقع لا، مختلف تماما. اليوم أعلنت لجنة التحقيق النيابية بشبهات فساد شركة الموانئ العراقية، وقالت أن موانئ العراق أصلا خارجة عن سلطة الحكومة، وقالوا انها راح تعرض تقرير حول مخالفات الشركه بشكل يفاجئ كل العراقيين. ورئيس اللجنه ياسر الحسيني بحديث للسومري علني قال انه موانع العراق خارج عن سلطه القضاء والنزاهه والبرلمان والحكومه والقانون وحتى المنهاج الوزاري للحكومه كلها، ولانه هذه المناطق تدار بمزاجيه مديرها والايادي الخفيه اللي تقف خلفها، او بالاحرى هي ايادي علنيه، لكن هو يخشى يقول انه ايران، واحنا نقولها الحمد لله ما نخاف، ان شاء الله ما نخاف ابدا. وانه وأكد أنه الأموال كلها تستحصل، تخيل، موارد وطنية خالصة العراق بنسبة 90% تأخذها إلها كلها ويعود للموانئ الباقي، يعني 10% فقط للموانئ و90% الدولة.
وقال انه التجاوزات اللي تمارسها اداره الموانئ بشكل علني يشيب لها الراس، وانه اكو تقرير مفصل حول تلك المخالفات راح يفاجئ الحكومه والشعب عليه. اي يعني استثمار والناس تعمل لمصلحة تظاهرات من أستاذ على محمود؟ حتى لا حد، لمصلحة من يجري لمصلحة جعل العراق لربما بيئة لمصلحة طاردة النظام للاستثمارات؟ والله يا أخي لمصلحة النظام الإقليمي الإيراني بالدرجة الأولى، وقد يكون بالتعاون مع أنظمة أخرى مثل الكويت وغيرها وغيرها حتى لا ينهض العراق مرة ثانية وشكل خطر عليهم. طيب ما السفيرة إلى أي تفسير غير هذا، وأنت تدري إحنا العفو عفوا السفيرة الألمانية أيضا في بغداد تحدثت عن تعرض الشركات الألمانية لعمليات الابتزاز من قبل جهات متنفذة. يعني إذا كانت هذه التصرفات من قبل الميليشيات والمتنفذين تلوث بيئة الاستثمار، لماذا لا تتدخل الحكومة لربما للجم قدر المستطاع هذه الميليشيات، يعني حتى تدخل هذه الشركات المتفق معها مسبقا؟ تعرف أخي أمس ظهر تصريح للسيد وزير الداخلية، تصريح هو قد يبدو غريبا لكن يعكس صورة حقيقية بالواقع. يحكي على شرطة النجدة، يقول النجدة يتركون أسلحتهم بالسيارات وما يتدخلون نهائيا إلى آخره. طبعا ما يتدخل، لأنه الشرطي حتى لو يتبع مجرم، المجرم لما يلقى القبض عليه ويودع السجن ثم يخرج راح يطالب الشرطي بالفصل، وإذا قتل هاي الطامة الكبرى. تعرف قبل فترة شخص بيسرق موتور مي، شخص فقير بيسرق موتور مي اثناء ما يحاول قطع الواير جت الكهرباء فقتلته. يعني هو دا يسرق موتور المي ونتل التيار الكهربائي وتوفى، اخذه وفصل من عائله البيت اللي دا ينسرق. فالامر اكبر مما تتصور، اكبر مما يتصور يعني. طيب كيف يؤثر هذا الموضوع أستاذ محمود، كيف يؤثر هذا الموضوع برمته الفساد والمحسوبيات والبيئة الطاردة للاستثمارات، كيف يؤثر على صورة العراق ككل أمام دول المجتمع كافة؟ والله أنا باعتقادي هم يردون هالشيء، هم لأنه كل العالم يشوف من الاحتلال إلى اليوم ايش يصير في العراق، سواء بالشعاب أو بالثروات أو غيره. المي اللي انقطع عن الشعب العراقي مده جدا طويله، من فتح حلقه وقال رغم انه احنا مرتبطين باتفاقات دوليه ممكن اذا احيلت هذه الامور الى محاكم دوليه تحكم هاي الدول اللي قطعت علينا المياه، لكن ما حد يتقدم. اعتقد والله اعلم هي الكل مشترك باللعبه واحنا الضحايا الاول والاخير، وما اعتقد راح نقدر نخرج من هذا الا بامر الله سبحانه وتعالى، او اذا نهض هذا المارد اللي ساكت وما اعرف ليش طول سكوته للاسف. والله اعلم. بحسب معهد واشنطن ميليشيا حزب الله في العراق تعد احد اسباب هروب الاستثمارات الاجنبيه. السؤال هنا استاذ محمود، هل ممارسات ميليشيا حزب الله هي الوحيده الشاذه في منظومه الميليشيات، ام ان المعهد لربما ذكرها على سبيل المثال ليس اكثر؟ والله يا اخي المعهد يعرف الحقيقه، لكن هو يعني يريد يصور هذا الامر من جانب واحد حتى يخلي تركيزنا على جانب واحد، لكن الحقيقه كل شخص عنده عصابه متكونه من 5 أو 10 أشخاص اتحدى اي مشروع يصير بمنطقته اذا ما يدفعوا له ويسكتوا، وهذا واقع. البارحه السوداني اصدر قرار كلكم سمعتوه وشفتوه، من قال على الكهرباء اي مدير عام اي مدير فرع يكثر به العطلات الكهربائيه يتم طرده، مو تمام لو لا؟ لو تتابع اليوم الانطفاءات اللي بالعراق او وضع الكهرباء بالعراق يعني يندى الى جبين الانسانيه. هذا الامر للاسف تعرف يا اخي العزيز احنا ضحايا النظام العالمي والاقليمي برمته، وهذا الامر اكبر مما يتصور العقل كل الشبير، وهي عمليه مبرمجه ومخطط لها ومدروسه، ولهذا هم جابوا النظام الحاقد لهالدرجه علينا وخلوه يسيطر على مقدرات بلدنا حتى يسوي بنا اللي يسووه. فنتاج كل هذا اللي يصير هو لازم يقدموا له شكر وتقدير، لانه هو هذا الواجب اللي من حقه له حتى ينفذه، فاذا هو نجح بالواجب اللي سواه. وللاسف الشعب انت تدري مطلق من كل الجهات، يعني اذا عراقي شريف يريد يشيل سكينه هسه ويطلع تلقي الاف 15 فوقه، لكن العصابات هاي جول وصول براحتها وتقتل وتسلب وتنهب، وعندك انت على شاشات الفضائيات تعلن علنا يوميا 24 ساعه، خلي واحد يفتح حلقه، ليش النظام العالمي كله والاعلام ما يشوفه، لكن ليش يسكت عن جانب ويفتح؟ دوله باكملها، اقليم كردستان باكملها، تم تهديده والا راحوا قدموا التنازلات المطلوبه والموافقات، اخذوا الموافقات المطلوبه يلا رجعوا، وعلنا امام شاشات الفضائيات.
زين هو لشرفان برزاني المن زار ايران لو تركيا لو السعوديه لو امريكا، زار ايران علني. بس التقى بالخامنئي الكل تغيرت، لا بقت موساد ولا بقت تهديد ولا بقى اي شيء. فاذا الخطر منين والسبب شنو؟ وانت تعرف وحضرتك وكل قارئ يعرف النظام الديني الاثنى عشر الايراني شو يقول؟ يقول كل ثروات العراق وكل هذا من حق اي واحد ينتمي لهاي النظريه الدينيه. شكرا جزيلا لك. ثرواتنا مو إلنا للاسف. نعم، اذا شكرا جزيلا لك، كنت ضيفي عبر الهاتف من ديالى الكاتب والباحث السياسي الاستاذ محمود الجاف.